هنتكلم النهاردة يا شباب عن موضوع جديد وموضوع مهم، لأنه متطبق تقريبا في بيتي وبيتك وفي شركتي وفي شركتك، ألا وهو موضوع النات. النات اختصار لـ Network Address Translation. Network Address Translation إزاي؟ خليني أحكي لك كده حكاية يا إسلام، أو خليني أكلمك عن المزايا بتاعته. أول حاجة، النات اتعمل ليه؟ أولاً لأنه بيقلل لك عدد الأيبيهات المستخدمة، بيوفر أيبيهات. حتى كده، حتى في الجملة سجع وجناس ناقص، النات يوفر أيبيهات. إزاي يعني؟ تخيل يا عم إسلام إن كل جهاز في الدنيا دي عشان يشتغل محتاج بابليك أي بي. خد بالك، شركة الأي إس بي بتروح تشتري من شركة أيانا بابليك أي بي رينج وتبدأ توزعه على الكاستمرز بتوعها. تخيل لو كل جهاز في الدنيا محتاج ان هو يشتغل ببابليك اي بي، يعني الجهاز ده هياخد بابليك اي بي والجهاز ده هياخد بابليك اي بي، ايه اللي هيحصل في البابليك اي بي يا اسلام؟ بالظبط. تخيل مثلا احنا لو رحنا على منطقه مثلا عندنا زي مصر مثلا، تعالى في جامعه زي جامعه القاهره، تخيل جامعه القاهره فيها كام جهاز كمبيوتر؟ جامعه القاهره كلها بكل كلياتها فيها مثلا 100,000 جهاز، 100,000 جهاز ب 100,000 اي بي. ايجار الاي بي البابليك الواحد في الشهر 10 جنيه. 10 جنيه في 100,000، يبقى انت بتتكلم في مليون جنيه. مليون جنيه في الشهر. ده بس عشان تحجز اي بيهات، احنا لسه ما اتكلمناش في السرعه اللي هتاخدها. المشكله مش في المليون جنيه. المشكله في الايه؟ في الاي بيهات اللي خلصت. يعني احنا بنتكلم بس في جامعة واحدة بس اتسحب 10,000 اي بي. طيب، او 100,000 اي بي، لانهم 100,000 جهاز، 100,000 اي بي. طب جمهورية مصر العربية كلها تاخد كام؟ طب السعودية تاخد كام؟ طب الصين؟ الصين انا بدالي الاي بي هتخلص في حارتين كده في الصين وخلاص. يعني في الصين كده شارعين كده هيخلصوا الاي بي بتاعت العالم كله. لذلك كان في ضروره ان احنا نعمل او يبقى في تقنيه اسمها النات. ايه الفكره بتاعت النات؟ فكره عاديه جدا يا اسلام. زي ايه؟ انا وانت يا اسلام شغالين في شركه واحده، ماشي كده؟ ادي الشركه اللي انا وانت شغالين فيها، وانا عندي، اعتبر الجهاز ده دلوقتي عده تليفون يا اسلام. انا عندي عده تليفون هنا اهي، الرقم الداخلي بتاعي 11، وانت عندك عده تليفون الرقم الداخلي بتاعك 12. انا لو عايز اتصل عليك يا سلم هضرب ايه؟ انا هنا اهو، صح كده؟ والمفروض ان في سنترال داخلي هنا هيستلم الكول من هنا ويقوم بصيها للراجل، يبصيها للراجل ده. طب انا بقى لو في بيتنا يا عم اسلام، انا في بيتنا بقى وعندي تليفون ارضي اهو وعايز اكلمك، هتصل على مين؟ هضرب 12؟ هضرب ايه؟ هضرب الرقم الحقيقي بتاع الشركه وليكن 6671. بالظبط، الرقم الحقيقي اللي انت واخده من مصرية اتصالات. هتصل على الرقم الحقيقي وبعد كده اقول لهم معلش يا جماعه لو سمحت حولوني، حولوني الرقم الداخلي 12 ده عشان اعرف اكلم الراجل اللي اسمه اسلام. كذلك فكره النات يا اسلام، كذلك فكره النات. ثانية واحدة نمسح. ايه الفكرة؟ ان احنا داخليا بناخد ايبيهات كده وكده ما بيننا وما بين بعض. ايبيهات دي ببلاش. انا عايز ابعت لك فيلم، انت عايز تبعت لي حاجة، ملف، بيننا وبين بعض بالايبيهات الداخلية، زي الاي بي اللي جهازي واخده دلوقتي، اللي هو كام يا اسلام ده مثلا؟ 192.168.100، ده الاي بي الداخلي بتاعي. طيب احنا عايزين نطلع على النت، شركه ايانا قالت لك ايه؟ احنا هنرمي لك بابليك اي بي ادرس. طب البرايفت يا باشمهندس مش ممكن حد تاني يكون مستخدمه؟
لا هي ايانا مش قالت لك في رينج اي بيهات برايفت محدش يستعمله، صح كده يا اسلام؟ كنت انا قلته لكم قبل كده في السب نوتنج، 10.000 لغايه 10.255 255 255. قال لك وفي كلاس بي 172.16.0.0 لغايه 172.31.255.255، وفي الكلاس سي 192.168.0.0 لغايه 192.168.1 اسف 255 255. ايه الايبيهات دي يا جماعه؟ دي الايبيهات المستبعده من البابليك اي بي. يعني ايانا لما بتيجي تبيع ايبيهات بتبيع اي اي بي في الدنيا ما عدا دول، دول مستبعدين. لذلك ايانا بتنصحك بتقول لك يا راجل يا طيب، لو هتستخدم ايبيهات في شبكه داخليه يفضل تستخدم الايبيهات دي، لان مفيش حد على الانترنت لا سيرفر ولا اي حد بيستخدم الايبيهات دي، محدش بيستخدم الايبيهات دي، يفضل انك تستعملها جوه. طب واحد قال لك لا يا عم انا بقى مش هستعملها جوه، انا بقى احط ايبيهات جوه وليكن 8.0.0.1. يا ابني ده الاي بي ده موجود في شركه جوجل على احد سيرفراتها، عادي يا عم هستعمله. هقول لك برده مش هتفرق فعلا، عادي استعمله مفيش مشكله. كده كده انت هيتعمل لك هنا نات، هيتعمل لك تحويل، وهتتحول من الاي بي الداخلي ده او ده وتركب الاي بي البابليك 41.33.155.7. ده الاي بي اللي الناس لو فينا سيرفر ياهو او جوجل او 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 كل الناس هتشوفك ده. يعني يا باشمهندس انا لما باجي اطلع على الاي بي بطلع على النت بطلع باي بي بابليك، اي والله العظيم بتطلع باي بي بابليك اللي هو ده، الناس كلها بتشوفك ده. طب يا عم ده انا لسه جايب الاي بيات داخلي دلوقتي قدامكم اهي، وهيقول لك انا لسه يا باشمهندس والله جايب الاي بي الداخلي قدامك اهو. يعني فين الاي بي؟ اهو يا عم 192.168.1.100 ده الداخلي. لو عايز تشوف الخارجي بتاعك خش على موقع شو اي بي دوت كوم، خش على موقع شو او شو ماي ايس بي دوت كوم. لما دخلت على شو ماي اس بي دوت كوم، ايه يا اسلام؟ بقول لك ايه؟ يور اي بي از 197.134.141.192. الاي بي ده تبع اي اس بي اسمه فودافون ايجيبت موبايل يوزر بول، تبع فودافون الكانتري كذا، تمام؟ ايه تاني هنا؟ ريجون القاهرة، كونتري ايجيبت، تايم زون اللي كنا بنتكلم فيها اسلام المرة اللي فاتت يو تي سي بلس 2. مش كاتبين هنا الاوتونوماس سيستم نمبر، مش جاي هنا الاوتونوماس سيستم نمبر، هنبقى نتكلم ان شاء الله عن الاوتونوماس سيستم. مش جاي لا. طيب يبقى ده الاي بي البابليك اللي انا خارج بيه ليه؟ لان انا اصلا يا جماعه بيتعمل لي نات، انا بيتعمل لي نات، انا واخد اي بي داخلي هنا شوفوا في الشبكه 192.168.1 الشبكه بتاعتي اهي، الجيتوي بتاعي ده اول ما برمل الجيتوي بتاعي الراوتر اللي هنا بيقوم عامل لي نات ويركبني البابليك اللي هو ده ويخرجني على النت، الناس كلها شايفاني ده. اذا الصح عشان العالم كله يشوف بعضه، عشان الدنيا دي كلها الناس اللي موجودين في الكره الارضيه دول يشوفوا بعضهم، لابد ان في الاخر يبقى له بابليك اي بي. يبقى المنطقه دي كلها اسلام بابليك اي بي، ربط الانترنت ببعضه كله بابليك اي بي. ثانيه واحده كده نمسح. اما تيجي تربط الانترنت يعني بص هنا في سيرفرات تبع ياهو،
سيرفرات جوجل، فيسبوك، كل الناس دي واخده بابليك، كل السيرفرات عموما بتاخد بابليك. طب انا عشان اتصل بيهم بتاخد كابل لغايه اقرب راوتر، الراوتر بتاعك، وياخد الراوتر ده ياخد بابليك. طب ايه اللي هيحصل يا باشمهندس؟ 10.0.0.2 لما يجي يطلع على النت يركب الاي بي البابليك ده. طب 10.0.0.3 لما يجي يطلع على النت يا باشمهندس يركب الاي بي البابليك، الاي بي البابليك ده برضه. يعني كلنا هنطلع بنفس الاي بي؟ اه. حد هيشوف الاي بيات الداخليه دي؟ لا، ما حدش هيشوف ولا يعرف اي بيك الداخلي كام. قال لا، يبقى ده برضه سكيورتي. سكيور انترنال نتورك، ان النت بيحميه لك الشبكه الداخليه. ماشي الكلام؟ طيب. كان حصل مره موقف يا اسلام، يعني انا بيحضرني دلوقتي مره موقف في سنه من السنين. كنت شغال انا في اي اس بي، كنت شغال في شركه اي اس بي، شركه انترنت بتوزع انترنت. فلقيت يعني مكالمه جت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله عايزين مهندس شبكات متابع معاه. طب مين حضرتك يا فندم؟ انا والله ايه العقيد فلاني الفلاني، مباحث الانترنت. ايه يا عم العقيد في ايه؟ قال لك والله انتوا عندكم اي بي، احنا عندنا سيرفر في وزاره الداخليه، وفي عندكم الاي بي مثلا كالاي بي ده مثلا 41.33.155.7. الاي بي ده تبعكم طبعا، لان انا شغال في الشركه يا جماعه، ببقى عارف رينج الايبيات البابليك بتاعت الشركه اللي انا شغال فيها. الاي بي ده تبعكم؟ قلت له ايوه طبعا تبعنا. قال لي طب بعد اذنك انا كنت فين؟ انا قاعد فين؟ انا قاعد في قلب الشركه هنا. الاي بي اللي سرق، قال لي الاي بي ده سرق معلومات من وزاره الداخليه، من سيرفر في وزاره الداخليه. حلو. الاي بي ده تبعكم؟ اه تبعنا. يعني الكاستمر ده تبعكم؟ ايوه يا سيدي تبعنا الكاستمر ده. الراجل عمل ايه؟ الراجل الحرامي الهاكر هنا دخل سرق معلومات من هنا. السيرفر هنا او انظمه الامن اللي هنا لقطت الاي بي ده، البابليك اللي هو واخده. هم ما لهمش انهم مش هيعرفوا ياخدوا البرايفت ده، هم اخرهم ليه؟ لان الراجل ده لما بيجي يخرج بتعمل له هنا نات، هو فعلا الاي بي ده دخل سرق، فهم رصدوا. فالراجل قام مديني تليفون، قال لي الاي بي ده تبعك؟ قلت له تبعنا. طيب حضرتك الاي بي ده عايزين نعرف عنوانه. قلت له سهله جدا. قمت انا عامل ايه يا جماعه؟ طبعا الراوتر ده المفروض ان هو واصل براوتر تاني في السنترال، براوتر في السنترال، براوتر في السنترال، براوتر في السنترال، لغايه ما نوصل لصاحبنا ده. قمت كاتب على الراوتر على الكمبيوتر بتاعي، فاكرين الكوماند بتاع تريس؟ تريسر او تريس راوت. وقمت مختفي اثر البابليك ده. المهم فضلت ماشي وراه 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 لغايه ما استقر هنا. طبعا طلع سنترال المازا، سنترال رمسيس، مدينة نصر، أو رمسيس أكتوبر 1 أكتوبر 2، وجا عند سنترال أكتوبر 2 وقام واقف. يبقى الراجل ده موجود في مدينة 6 أكتوبر، ماشي كده يا عم إسلام؟ ماشي كده؟ قمت داخل على الراوتر اللي في مدينة 6 أكتوبر وشفت الأي بي ده خارج على أي انترفيس فيه، ده ولا ده ولا ده، لقيته ده. دخلت بعد كده على اللي بعد الراوتر جهاز اسمه ديسلام، دخلت عليه وشفت الأي بي ده متاخد على أي فتحة من فتحات الديسلام، على فتح رقم 24. انا عندي في الشركه داتا بيس كبيره جدا، فايلات موجوده على سيرفر، كل ديسلام عليه مثلا 24 بورت، 48 بورت، عليه كروت كبيره. يقول لك البورت رقم 5 عليه رقم التليفون كذا واسم العميل كذا وعنوانه كذا، البورت رقم 6 عليه تليفون كذا واسم العميل كذا وعنوانه كذا. فلقيت الراجل ده مثلا على بورت 6، قلت له حضرتك يا فندم الراجل ده اسمه رقم تليفونه كذا، الاسم اللي مسجل فلان، عنوانه كذا. ولو حضرتك عايز تتاكد من العنوان حضرتك اتصل بقى بمصرية الاتصالات تاخد منهم عنوان ايه مظبوط. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الراجل قال لي شكرا وقام قافل السكه. ايه اللي هيحصل بعد كده يا عم اسلام؟ بالظبط عربيه بوكس كده مليانه مخبرين، وهتقوم طالع على المنطقه دي. حلو. المهم كان غبي، ما هو طلع غبي. ما هو طلع غبي. تمام. هو المفروض الواد ده يعمل كذا اتصال في بي ان بالانترنت، يتصل على، يعمل اتصال في بي ان يطلع على الصين، ومن الصين مثلا يطلع على امريكا، ومن امريكا يطلع على
مش عارف فين، وبعد كده يبدأ يهاك. بس هو كان غبي. انا بقول لك الموضوع ده، الموضوع ده من 6 سنين، كان لسه حوارات الفي بي ان دي لسه ما اتعملتش. ما هو ما عملها من بيته. المهم هتطلع عربية بوكس للمكان ده يشوفه. خد بالك لو انا بقى الراجل ده طلع موصل لكذا واحد زي ما بيحصل عندنا في مصر هنا، موصل ل 20 واحد، هيعملوا ايه؟ هيلموا ال 20 واحد وهاتك سيمفونية عزف على قفاهم لغاية ما حد فيهم يعترف. طب ما حدش اعترف، مين اللي هيلبسها؟ صاحب الخط. ماشي كده؟ ماشي كده يا عم اسلام؟ طيب دلوقتي يا شباب، يعني دي في عجاله، ما معنى كلمه ناك؟ لو تلاحظوا معايا هنا يا رجاله، ثانية واحدة يا أخ نبيه، أنا مش عارف ال كنت عايز أقول لك إن خدوا بالكم بقى، الراوتر ده عليه شقين. لو تلاحظوا إن أي راوتر موجود في الغالب بيبقى موجود على الإنترنت، بيبقى في الغالب الأيبيهات اللي عليه بابليك، السيرفرات اللي موجودة على الإنترنت أيبيهاتها بابليك. لاحظ إن الراوتر اللي عندك في البيت الانترفيس ده واخد اي بي برايفت، والانترفيس ده واخد اي بي بابليك. خد بالك كنت زمان بقول لك لما تيجي تروت، لما خدتوا الترويت بالاي اي جي ار بي واللوس بيف، قلت لكم اعتبروا يا رجاله ان الايه، اعتبروا ان الشبكه دي، اعتبروا ان الايه، اعتبروا ان ده كله بابليك او كله برايفت. فكنت بتقف هنا تقول له راوتر اي اي جي ار بي نتورك 10 نتورك 41 وخلصنا. لا، مع وجود النت الموضوع مختلف، اللي هيتروت البابليك بس، انما ده ما بيتروتش. طب ازاي؟ هوريها لكم دلوقتي في لاب عملي. سؤالك يا باشمهندس نبيل. باشمهندس نبيل. هقفله لك انا اهو، سؤالك. تمام، الراجل طلع محترم اهو. ها؟ لا حضرتك السكيور للاي بيهات الداخليه، ان ما حدش عارف الاي بي الداخلي بتاعي كام. انا حتى قلت لك عربيه البوكس لما هتروح تاخد الناس، عربيه الشرطه لما هتروح تاخد الناس، لو لقى الراجل ده موصل ل 20 واحد هيشدوا مين؟ هياخدوا ال 20 واحد. ليه؟ لان ما تعرفش اي اي بي برايفت هو اللي عمل السرقه. هم كلهم خارجين كانهم ده البابليك ده. طب مين فيهم؟ ما نعرفش، لان اللي اترصد ده. عرفت بقى؟ يبقى ايه دي فايده السكيورتي؟ ان دلوقتي الهاكر ما تعرفش بسهوله، بالنسبه للشرطه مش هتعرف الهاكر ده بسهوله. طيب النت يا عم نبيل ثلاث انواع. النت يا رجاله ثلاث انواع: ستاتيك نت، دايناميك نت، باد. الستاتيك نت اول نوع اتعمل. الستاتيك نت ده اللي بنقول عليها اسلام بورت فوروردنج، اسمعوا عليه بورت فوروردنج. ايه فكرة الاستاتيك نت؟ الاستاتيك نت بيخرج لك جهاز واحد بس على الانترنت. ازاي انا يا باشمهندس؟ الاستاتيك نت بيخرج جهاز واحد بس على الانترنت، يعني ده بيخرج ياخد اي بي ده. طب ده يخرج؟ لا. ده يخرج؟ لا. ده يخرج؟ لا، هو واحد بس اللي هيخرج. طب والاستاتيك نت اتعمل ليه يا عم اسلام؟ اتعمل عشان لو عندك سيرفر هنا مثلا وليكن واخد الاي بي 10.0.0.10، وانا قاعد في بيتنا
ولسه كان الفي بي ان ما اتعملش يا رجاله، وعايز ادخل على السيرفر ده اعمل شويه شغل. طب ادخل عليه ازاي يا عم نبيل؟ الحل ان انا لازم اجيب اللابتوب بتاعي واقعد معاه في نفس الشبكه عشان ابقى كونكتد بيه واعرف اتعامل معاه. او نعمل استاتيك نات على الراوتر ده، نقول له ايه استاتيك نات؟ نقول له يا راوتر 10.0.0.10 خليه يركب الاي بي 41.5.5.1، وبالتالي انا لما اجي كونكت على 41.5.5.1 يقوم الراوتر مفروضني لمين يا نبيل؟ ليه ده؟ فاهم حاجة؟ فاهم حاجة؟ طيب الراجل اللي بيسأل بيقول لك ممكن تشرح لنا طريقة عمل الفي بي ان؟ هشرح لك الفي بي ان، بس طبعا الجزء اللي عليكم في السي سي ان ايه؟ نظري، هشرحها لكم وان شاء الله انت كده كده هتاخده عملي في السي سي ان ايه سكيورتي. هوريك بيتعمل ازاي كله. حتى ممكن ما اشرحوش في الان ايه وناخده في الان ايه سكيورتي. يعني اصل اللي عندك مقدمة نظرية كده خفيفة يعني. بس برضه هنتعرض لها. نعم السؤال. طيب اقول لك على حاجه، خلينا نبسط الموضوع شويه. بصوا يا رجاله، الاستاتيك نات جهاز واحد بس اللي بيخرج على النت. الاستاتيك نات جهاز واحد بس الايه اللي بيخرج على النت، يعني وليكن 10.0.0.1 يخرج ازاي يا رجاله؟ بصوا كده، تخيل كده معايا ان 10.0.0.1 عايز يروح لموقع ياهو. شكل الفريمه بتاعته عامله ازاي يا عم نبيل؟ هيبقى السورس اي بي كام يا نبيل؟ 10.0.0.1 ماشي كده؟ والديستنيشن اي بي كام يا عم نبيل؟ 200.1.1.1 وادي الداتا اللي رايح بيها. اول ما بيجي للراوتر اللي معمول عليه نات، يقوم الراوتر شايل لك الاي بي البرايفت ده ويحط لك اي بي بابليك. شوف شكل الفريم هيبقى عامل ازاي. شوف شكل الفريم دلوقتي هيبقى عامل ازاي. هيشيل لك البرايفت ويحط لك البابليك 41 دوت 5 دوت 5 دوت 1 صح كده؟ رايح تكلم مين؟ الياهو اللي هو اي بي وكام؟ 200 دوت 1 دوت 1 دوت 1 ايه اللي حصل يا عم نبيل؟ هو ده النت. انت رايح طالع من جهازك بالاي بي البرايفت، اول ما الفريمه بتاعتك بتوصل للراوتر يقوم الراوتر شايل لك البرايفت ده ويقول لك انت من هنا ورايح ده، يلا بالحاج توكل على الله واطلع روح كلم الراوتر والسيرفر ده وكانك مين؟ 41.5.5.1. يقوم الراجل ده المفروض يرد على مين؟ على 5.5.1. يقوم لما الفريم الريبلاي بتاعه يجي للراوتر يقوم الراوتر يعمل ايه؟ يقول لك خد يا 10.1 انت اللي كنت طالع بالفريمه دي. تمام؟ طب ودي اتعملت ازاي؟ الاستاتيك نات ده. الاستاتيك نات اتعمل عشان لو مش عشان جهاز واحد يخرج على النت، الاستخدام الحقيقي بتاعه تخيل ان الجهاز ده سيرفر وانا عايز اكونكت عليه من بره، يبقى كونكت على مين يا رجاله؟ على البابليك اي بي ده. يقوم يدخلني على مين؟ على السيرفر ده. فاهمين حاجه؟ طبعا لانك بتعمل كونفيجريشن هنا تقول له 10.1 خرجه كانه ده، وبالتالي لما يجي اتصال على ده يبقى المفروض هي تتفرود لمين؟ 10.1 صح. ساكت ليه؟
بس البابليك انترفيس بابليك ده، وانت جاي له من البابليك، فهتكونكت على، مش هينفع تكونكت على البرايفت. انت بتتكلم صح. وانا في الحاله دي بقى لما اجي فرود بقول له على بورت كذا، لما يجي لك اتصال على الاي بي ده على بورت كذا، بصيل الراجل ده اهو، ممكن حتى كمان اقول له بصيله له على بورت تاني، بس يعني ده مستوى ادفانسد شويه. يعني هقول له لو جاي لك اتصال على الراجل ده على بورت 80، بصيل الراجل ده، ماشي؟ طيب ده كان بالنسبه للستاتيك نات. الستاتيك نات بيخرج لك جهاز واحد. او اللي حصل هنا يا جماعه، ايه اللي حصل هنا؟ حصل 1 to 1 ترانسليشن، يعني واحد برايفت خرج على واحد بابليك. طب قال لك الحل، قال الحل ده ما ينفعناش يا رجاله، احنا عايزين حاجه اكتر. قال لك يبقى كان الحل في الدايناميك، في الدايناميك نات. ايه الدايناميك نت يا باشمهندس؟ قال لك بص يا عم، انت كده كده الاي بي البابليك اللي جاي لك ده جاي لك من شركه مين؟ الاي اس بي. طب ما تشتريش منهم اي بي واحد، اشتري كبشه، اشتري كده علبه من البابليك اي بيز. يعني هتشتري من اول 41551 لغايه مثلا 41، يعني مثلا خليني اشتريت البابليك 41551، 41.5.5.1، 41.5.5.2، 41.5.5.3. حلو كده يا اسلام؟ اشتريت الثلاثة بابليك اي بيز دول. دول هنسميهم ايه؟ بول اوف بابليك اي بي. اشتريت انا الثلاثة بابليك اي بيز دول. دلوقتي يا عم اسلام لما 10.0.0.1 يجي يخرج هيركب مين؟ هيركب البابليك الاولاني، صح؟ طب لما 10.0.0.2 يجي يطلع هيركب البابليك مين؟ الثاني. طب لما 10.0.0.3 يجي يطلع هيركب الثالث. طب لما 10.0.0.4 يجي يطلع ايه اللي هيحصل؟ هيركب ايه؟ هيركب الهواء، صح؟ مش هيلاقي اي بي بابليك يطلعه. ليه؟ لان البول اللي انت اشتريتها فيها ثلاث اي بيات وفي ثلاث اجهزه داخليه طلعت على الثلاث اي بيات بابليك دول. وبالتالي صاحبنا ده ايه الاخبار؟ قاعد مستني الفرج، مستني ان حد فيهم يبطل يستخدم الانترنت عشان يركب الاي بي بتاعه ويطلع هو. طب بالله عليك ده حل؟ ما هو من الاخر برضه 1 تو 1. انت عمال تقول يا باشمهندس الناد بيوفر اي بيهات ومش عارف ايه، طب ما هي في الاخر يا باشمهندس 1 تو 1 اهي. اشتريت لي أربعة ثلاثة بابليك طلع عليهم ثلاثة بس، ده مش حل. تم تطوير الدايناميك نات يا جماعة إلى حاجة اسمها بات. هو ده بقى مربط الفرس، حاجة اسمها بات. البات اللي هو بورت أدريس ترانسليشن. تم تطوير الدايناميك نات إلى بات، بورت ادريس ترانسليشن. هيبقى الموضوع كله عم اسلام معتمد على البورتات، معتمد على البورتات. ازاي يا باشمهندس؟ تعالى اما اوريك دلوقتي. لو 10.0.0.1 عايز يطلع على الانترنت هيروح ل 200.1.1.1. شكل الفريم عامل ازاي يا عم اسلام؟ اهي السورس اي بي 10.0.0.1 رايح يكلم ها 200.1.1.1. حلو قوي.
ادي الداتا بتاعتك اهي. زي ما حطيت السورس اي بي والديستنيشن اي بي، في بقى حاجتين جداد قوي يا عم الاسلام اسمهم السورس بورت والديستنيشن بورت. طب الديستنيشن بورت الراجل ده رايح يتصفح صح؟ مش رايح ليه ده كده؟ هيدخل له مثلا من بورت 80 داخل يتصفح، يبقى الديستنيشن بورت كام يا عم اسلام؟ طب البورت اللي الجهاز خارج منه بورت كام؟ راندوم اوبن راندوم باي الاوبريتنج سيستم بتاعك وليكن 2000. اول ما الفريمه دي تيجي للراوتر، اول ما تيجي للراوتر يقوم الراوتر بتاعك يعمل ايه؟ يقوم شايل لك البرايفت ده وحاطط لك، يقول لك انت دلوقتي من هنا ورايح بقيت 41.5.5.1، رايح تكلم 200.1.1.1. وادي الداتا اهي. طب السورس بورت مش هيجي يمته، هو نفس البورت وبورت 80، ويقوم الراوتر مسجل عنده في جدول يا اسلام، هذا الجدول اسمه نت تيبل، يسجل ان 10.0.0.1 خارج على بورت كام يا اسلام؟ خارج على بورت 2000. يسجل ايه يا سلم؟ ان في جدول عنده كده ان 10.0.0.1 خارج على بورت كام يا عم اسلام؟ 2000. ليه؟ عشان لما يجي الريبلاي على بورت 2000 فيبص في الجدول مين يا اولاد اللي خارج على 2000؟ ده 10-1، خد يا 10-1 الداتا جايه لك انت. ماشي؟ طب لو 10-2 عايز يخرج على النت، عايز يبعت يخش لنفس الموقع مثلا طالع على الانترنت، يبقى سورس اي بي 10.0.0.2. طب والديستنيشن 200.1.1.1. طب السورس بورت وليكن، طبعا مش هينفع ياخد 2000، او خلينا نقول ايه 2003، راح يكلم مين؟ بورت 80. ادي الداتا. هقول لك بس استنى، هي ينفع بس استنى بس على دلوقتي عشان بس الترتيب، بس الداتا او ترتيب المعلومه يوصل للناس بالظبط. تمام كده؟ طب الفريم هنا بقى يبقى شكلها عامل ازاي يا اسلام؟ طبعا الراوتر ساعه ما تجيله الداتا بتاعتك يقوم مسقط لك مين؟ البرايفت، ويركبك البابليك مين؟ البابليك ده اهو، يقول لك انت من هنا ورايح بقيت 41.5.5.1 ورايح تكلم 200.1.1.1 وخارج على بورت كام؟ 2003، وبورت الديستنيشن اللي راح تكلمه بورت 80. وادي الداتا. كلام جميل. ويقوم صاحبنا مسجل ان 10.0.0.2 في النت تيبل خارج على بورت 2000 وكام؟ و3. عشان الراجل ده لما هيجي ريبلاي، ما في الريبلاي يا جماعه كل حاجه بتتعكس، السورس اي بي بيبقى ديستنيشن اي بي، والديستنيشن اي بي اللي هو ده هيبقى سورس اي بي وهي راجعه، يعني ده كان بيكلم ده، فكان ده السورس وده الديستنيشن. طب وهي راجعه هيبقى ده السورس وده الديستنيشن. طب ما هي كانت خارجه من هنا على من بورت 2000 او 2003، خارجه من بورت 2003 راح اتكلم بورت 80، يعني هي خارجه من 2003 وراح اتكلم 80. طب وهي راجعه هتبقى خارجه من 80 راح لمين؟ 2003. يعني عند رحله العوده بينعكس، بتلاقي الايبهات اتبدلت، ده بقى سورس وده بقى ديستنيشن، والسورس بورت بقى ديستنيشن بورت، والديستنيشن بورت بقى سورس بورت. وبالتالي لما يجي لك رد على ال 2003، الراوتر لما يجي له رد على البابليك اي بي ده على 2003 يبدا يبص في النت تيبل مين يا اولاد اللي فتح بورت 2003 ده 10 2، خد يا هلا
ودي ادي 10 2، المعلومه دي جايه لك انت. تمام. طب السؤال بتاع اسلام بيقول لي يا باشمهندس، البورتات دي بتفتح عشوائيا من على الجهاز بتاع البي سي، مجرد ما تفتح صفحه نت تبص تلاقي البورت ده اتفتح عشوائي، هل ينفع الراجل ده يفتح بورت 2000؟ هو 2000 اصلا اوريدي مفتوح على مين؟ على 10-1 لو الجهاز ده. هل جهاز 2 هو بيفتح هو اوتوماتيك هو كمان جت معاه قدرا كده فقام فاتح هو كمان بورت 2000، هيحصل مشكله يا باشمهندس؟ ساعه ما تيجي هنا يجي يعمل نات يقول لك انت بص اتفرج بقى معايا كده ايه اللي هيحصل، هيقوم مركبك البابليك ده واللي رايح تكلم السيرفر ده، يجي يسجل هنا 2000 يا اسلام يطلعك على بورت 2000، يجي يسجل هنا 2000 يقول لك لا ده 2000 ده 10-1 واخده، بعد اذنك اخرج على 2009. خد بالك الراوتر عمل لك اعاده توجيه، قال لك انا هخرجك على 2009 اهو، وهسجلك عندي في الجدول ان انت خرجت على 2009 عشان لما يجي ريبلاي هيبصيهولك. طب انا فاتح بورت 2000، اقفله وافتح 2009. ماشي كده يا عم اسلام؟ يبقى ايه اللي بيحصل؟ ممكن ايه؟ تقييم للبورت نفسه؟ ممكن. ممكن. هي بتبقى حاجة شبيهة بدي، بحيث ان ما يحصلش، يعني مثلا انت بتقول لي هيحصل ايه؟ يعني ده فاتح بورت 2000، هقوم انا اقول له اه طب ما بورت 2000 عندي مفتوح، هقول له بورت 2000 بلس اتش عشان اعمل له ترميز، ولما تجي لي اقوم باعته ل 10 لما يجي على بورت 2000 بلس اتش. بس هو اللي في الواقع ده اللي بيحصل، اللي انا بقول لك عليه ده هو اللي بيحصل، ان الراوتر بيطلعك على بورت ولما يجي الرد يقوم باعت لك على، يقول لك يا باشمهندس البورت بتاع 2000 ده حد واخده افتح 2009، يقوم جهازك اوتوماتيك. كل ده بيحصل اوتوماتيك من غير ما انت تحس حاجه زي كده. ماشي الكلام؟ لذلك سميت هذه الطريقه بايه؟ البات، بورت ادرس ترانسليشن. الموضوع كله معتمد على البورتات يا رجاله. بات، الموضوع كله معتمد على البورتات. طب واحد شاطر يقول لي كده، هو كم بورت ممكن يتفتح على الجهاز يا باشمهندس؟ يتفتح من 1024 لما ل 65505 وكام؟ 30. صح الكلام؟ صح الكلام ولا مش صح الكلام؟ لما تيجي تطرحهم من بعض يا اسلام يدوك حوالي 64000. يعني لو تخيل ان كل جهاز بس هيفتح صفحة نت، بس كل جهاز في اللان الداخلية يفتح صفحة نت، يبقى نقدر نقول كده ان واحد بابليك اي بي يقدر يشيل كام برايفت يا اسلام؟ 64000 برايفت اي بي. صح كده يا عم اسلام؟ طب ليه 64000؟ لان انت اقصى عدد من عندك من البورتات 64000 بورت هيتفتحوا، فنقدر نقول ان بابليك واحد. ايه ده؟ ده انت الاول يا باشمهندس في الاستاتيك نات والديناميك نات كان 1 تو 1، ده ايه ده دلوقتي يا اسلام؟ 1 تو ميني. واحد قادر يشيل 64000 بورت على كتفه وطالع، يا ايه الحلاوه دي؟ لذلك يا اسلام بيسموا البات اوفرلود. يعني ايه اوفرلود يا اسلام؟ لذلك بيسموا البات ايه يا سلم؟ الله عليك، حلوه حمال اسيه دي. بيسموا البات، بيسموه كلمه اوفرلود، حمال اسيه زي ما الراجل المحترم ده قال لي، وساعات برضه يعني ان صح التعبير حمار شغل.
شايل 64000 اي بي، الراجل المفتري ده طالع على كتفه شايل اربعه بابليك، واحد شايل 64000. يعني بكون بعد ما كنا بنقول جامعه القاهره هتشتغل فيها مثلا 100000 جهاز، 100000 جهاز هيحتاجوا 100000 اي بي. جامعه القاهره ممكن دلوقتي تشغلها ب 3 اي بي، 4 اي بي، 4 اي بي. ما الواحد يقدر يشيل لي 64000؟ 64000 في 4 بكام؟ رقم كبير قوي يعني، 256 تقريبا، 256000. وهي تقدر تشيل 100000، يعني تعداد الجامعه 100000. لا انا دلوقتي كمان فتح لك 256000 سيشن او 256000 برايفت اي بي يقدر يطلع عنك ب 4 اي بي بس. يا من 100000 اي بي ل 4 اي بي بس. ايه الحلاوه دي؟ ايه البات الجميل ده؟ فاهمين حاجه يا رجاله؟ طيب ازاي بقى نعمل الكونفيجريشن بتاعت النات؟ ازاي نعمل الكونفيجريشن بتاعت النات؟ خلينا اديك امثله كده. ازاي نعمل الكونفيجريشن بتاعت النات يا رجاله؟ اول حاجه انا بديك مثال اهو، بقول لك ايه، وي نيد اونلي هوست 10.0.0.1 كان اكسس ذا انترنت. عايزين الهوست 10.0.0.1 اللي هو ده بس هو اللي يقدر يطلع على الانترنت. طب ده يا اسلام ستاتيك نات ولا دايناميك نات ولا بات؟ الله عليك. طب الاستاتيك نات يتعمل ازاي يا جماعه؟ الاستاتيك نت يتعمل ازاي؟ بقف على الراوتر واقول له اي بي نت انسايد سورس ستاتيك، اي بي نت انسايد سورس ستاتيك، واقول له يا راجل يا طيب 10.0.0.1 اللي هو البرايفت ده، ده اللي هو البرايفت الداخلي، ركبه على البابليك. مين؟ على البابليك ده اللي هو الخارجي اللي هو 41.5.5 كام؟ 1. بس ينقص هذه الخطوة. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا ابو حميد؟ ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك. خلاص يا جماعة، يبقى اقول له اي بي نات انسايد سورس ستاتيك 10.0.0.1 خرجه على 41.5.5 كام؟ 5.5.1. ناقص بقى يا عم نبيل انك تفعل النات. يعني ايه افعل النات يا باشمهندس؟ هو مين هيخرج على مين؟ المفروض ده الانترفيس الداخلي، مش كده؟ لو حبينا نسمي الناس دي يا رجاله نقول عليهم ايه؟ دول انترنال صح؟ او دول الانسايد. وده الطرف الخارجي اللي رابطني بالانترنت او الطرف فاست 0/1 ده بيسموه الاوتسايد، صح كده ولا ايه؟ تقوم تفعله ازاي؟ لازم تحدد للراوتر فين طرف الانسايد وفين الاوتسايد، مين هيخرج على مين؟ تقوم تدخل على الانترفيس فاست 0/0 كده، تقول له انترفيس فاست 0/0 وتقول له اي بي نت انسايد، وبعد كده انترفيس فاست 0/1 اي بي نت اوتسايد. ده كده الاربع خطوات دول او الكوماندين دول بنسميهم الاكتيفيشن، التفعيل بتاع النات. بتفعل النات عشان يشتغل. تمام؟ يعني الكوماند ده لوحده مش كفايه، لابد انك تخش هنا اي بي نت انسايد، هنا اي بي نت اوتسايد. صعبه؟ صعبه يا رجاله؟ بالظبط، جهاز واحد بس. لا الأجهزة التانية حتى لو ده ما خرجش الناس التانية مش هتشتغل، ده بس اللي هيتحول أو هيخرج على فكرة. طب الدايناميك نت يا رجالة، هنا بقى إسلام رحت اشتريت من شركة الأي إس بي بول أهي من أول 41.5.5.1 لغاية 41.5.5.10، وبقول لك انا عايز 10 اجهزه هي اللي تقدر تخرج على الانترنت، يبقى ده دايناميك نات ولا ستاتيك نات ولا بات؟
بالظبط. طب اعمل الدايناميك نت ازاي؟ انا عايز 10. طب الشبكه دي هل فيها 10؟ الشبكه دي ممكن يكون فيها 100 جهاز 200 جهاز، انا عايز اي 10. اول 10 يحاولوا يدخلوا ايا كانت ايباتهم بقى. طب ودي اعملها ازاي يا باشمهندس؟ قال لك الشبكه البرايفت اللي عندك دي اعمل اكسس ليست وحط فيها الشبكه دي. تقول لي اكسس ليست؟ الاكسس ليست دي يا عم احنا كنا استخدمناها في السكيورتي قبل كده، ايه اللي جابها هنا؟ ما الاكسس ليست على فكره لها استخدامات كتير، من ضمنها ان احنا بنستخدمها في النات. ليه؟ عشان لما اكون عايز احط شبكه كامله عايز انادي عليها اقول لهم يا جماعه الشبكه دي في اكسس ليست واحد، عايز انادي على الشبكه دي كلها اقول لهم يا جماعه اللي في اكسس ليست واحد. فاهمني يا اسلام؟ فقمت عامل اكسس ليست واحد وعملت بيرميت للشبكه 10.0.0.0 اللي الوايلد كارد ماسك بتاعها كذا 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 0.255.255. طب وبعدين؟ وبعد كده البول اللي انت شاريها من شركه الاي اس بي ديت بتكريت، بتعمل بول على الراوتر وتحط فيها الايباد دي. ما الراوتر منين هيعرف ان هو يخرجهم على الايباد ديت؟ بتكريت بول على الراوتر تقول له اي بي نت بول، وتدي البول دي اسم، سميها اسلام، سميها ايه ايه، سميها اي حاجه، وتقول له البول دي من اول. على فكره البول لما بتيجي تشتريها من شركه الاي اس بي لازم تبقى ورا بعضها. طب لما باجي اشتريها اقول له اول 41 5 5 1 ل 41 5 5 10 البدايه والنهايه، ماشي كده يا اسلام؟ النت ماسك بتاعتها 255 255 255 0. طب يا باشمهندس انت جبت النت ماسك منين؟ وحضرتك وانا بشتري البول من شركه الاي اس بي بشتري معاه الماسك، او بيقول لي بيشتري بيقول لي الماسك بتاعها كذا، البول دي ماسكها كذا، ولو في تغيير هو هيبلغني بيه، صح؟ طيب وبعدين؟ يبقى انا كده من الاخر كده حطيت الشبكه البرايفت في اكسس ليست، والايبيات البابليك حطيتها في بول وسميت البول دي ايه ايه. ناقص ايه يا عم اسلام؟ ان انا اركب دول على دول. هقول له اي حد من الشبكه البرايفت دي عايز يطلع على النت يروح للبول اللي اسمها ايه ايه ويسحب اي بي ويطلع بيه. ماشي كده يا عم اسلام؟ فتقوم تقول له ايه؟ اي بي نات، سطر رقم 3 بقى واهم سطر، اي بي نات انسايد سورس ليست. انا غلطت هنا في السطر ده، ثانيه واحده كده رجاله. سايد ليست ليست 1، ايوه كده. تقول له اي بي نات انسايد سورس ليست، ليست يا عم اسلام واحد، ايه واحد دي؟ الاكسس ليست ده يا راوتر. الناس اللي في اكسس ليست واحد لما يحبوا يطلعوا على النت الله يبارك لك وديهم للبول اللي اسمها ايه ايه اللي فيها الايبيات البابليك ده، خليهم يسحبوا اي بي بابليك ويطلعوا. مفهومه؟ نقول من الاول تاني. انا قمت حاطط الايبيات البابليك، ايبيات البرايفت حطيتها في اكسس ليست واحد، اما الايبيات البابليك حطيتها في بول وسميت البول دي ايه ايه. وقمت قايل يا اسلام في السطر رقم 3، قلت له يا ريس اي حد جوه اكسس ليست واحد اللي هي الشبكه 10 يعني عايز يطلع على النت خليه يعدي على البول اللي اسمها ايه ايه فيها ايباد بابليك بادئه ب 41 5 5 1 و2 و3 لغايه 10 يسحب اي بي ويطلع على الانترنت. مفهوم كده يا رجاله؟ الخطوة الأخيرة إن أنا أفعل النت يا إسلام، يعني أنا أفعل النت زي ما قلنا الخطوة اللي فاتت، أخش على الإنترفيس ده أقول له أي بي نت إنسايد
واخش على الانترفيس ده واقول له اي بي نات اوتسايد. اخر اكزامبل عشان نعمل اللاب العملي، الباد. ازاي تعمل البات يا راجل يا طيب؟ بقول لك ايه بقى؟ وبقول لك هنا وي نيد اول هوستس النتورك 10، كل الناس اللي في الشبكه 10 يقدروا يدخلوا على الانترنت. طب انت هنا شاري بول؟ قال لك لا، ده هو مفيش غير بابليك اي بي واحد بس هنا. قال لا، يبقى ده يا اسلام نات ولا ستاتيك نات ولا دايناميك نات ولا بات؟ يبقى يا عم نبيل يبقى بات. طب الكونفجريشن يا باشمهندس نفس الكونفجريشن بتاعت الدايناميك نات، هتقول له اكسس ليست واحد واسمح للشبكه 10، ماشي. اي بي نات بول وسميناها اي اي 41 55، ايه ده؟ طب بس البدايه هنا، هنا بتكتب اي بي البدايه واي بي النهايه، هو ما فيش غيره، هتكتبه هو في البدايه وهو هو نفس الاي بي تكتبه فين؟ في النهايه، صح كده؟ انا صح كده؟ وتقول له نت ماسك كذا، نفس الماسك اللي هم ايه؟ سلاش 24. وتقول له اي بي، خد بالك ركز قوي في السطر الثالث ده، هو السطر واحد. السطر ده واحد، وده اثنين، ركز قوي 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 في السطر الثلاثة ده. برضه في مشكلة في ليست، في الليست بتاعته. ليست واحد، ما هو انت على حسب الاكسس ليست اللي انت عاملها. يعني ايه؟ هقول لك يعني ايه. يعني مثلا، مثلا انت دلوقتي بتقول له ايه؟ اي بي نت انسايد سورس ليست واحد. ليست واحد دي اليمين، الناس اللي في اكسس ليست واحد، وانت عملت اكسس ليست كام هنا؟ طب افرض انت عامل اكسس ليست خمسه، يبقى تنادي على خمسة. طبعا ليميتد، ليميتد من واحد لما ل 99. وعلى فكره ممكن، ممكن تعملها باكستندد اكسس ليست، بقت معاك من 100 لما ل 199. خد كمان التقيله بقى، ممكن تكريت الاكسس ليست دي بجنين، سميها اسلام. تقول له اي بي اكسس ليست اكستندد او ستاندرد اسلام وبيرمت كذا. طب لما اجي انادي عليها تقول له اي بي نات بول اي بي نات انسايد سورس ليست اسلام، الناس اللي في اكسس ليست اللي اسمها اسلام، ركبهم على البول اللي فيها البابليك اي بيز اللي اسمها اي اي، وده الاكتيفيشن. ايه الكلمه الاخيره اللي زادت دي يا جماعه؟ كلمة اوفرلود. هنا بقى مربط الفرس. يعني من الاخر كده الكونفجريشن بتاعت البات هي هي الكونفجريشن بتاعت الدايناميك نات، بس بنزود عليها كلمة ايه يا اسلام؟ السطر الثالث نزود عليه كلمة اوفرلود. اوفرلود اللي هو حمال اسي. يعني من الاخر كده بتقول انا عايز اشتغل، عايز اشتغل بات، ماشي الكلام؟ صعب النات يا رجاله؟ طيب ما تيجي نعمل لاب عملي بقى عشان يعني يبقى ايه الكلام موزون. تمام، تعالوا كده اما اقول لكم المنطقه دي.
انت ليه لو انت باشمهندس؟ عشان اقول لك ده الراوتر اللي عندك في بيتك او في شركتك، والاي بي اللي هنا ده اي بي برايفت داخلي، اما المنطقه الصفرة دي ده عباره عن الانترنت برواتره بسيرفراته، سيرفر مثلا زي السيرفر ده واخد الاي بي البابليك ده، سيرفر تاني زي السيرفر ده ده بابليك اي بي، الراوتر ده واخد بابليك اي بي هنا وبابليك اي بي هنا، بابليك اي بي هنا وبابليك اي بي هنا، الراوتر ده واخد 3 بابليك اي بي، اما انت مش جاي لك غير بابليك اي بي هنا. طب يا ترى الكونفيجريشن اللي هيحصل على الراوتر ده يحصل ازاي؟ طب سيبنا من الراوتر ده دلوقتي، على فكره اللاب ده انا كل اللي انا عامله فيه مجرد بس ان انا حاطط الاي بيات، يعني انا ما روتش. طب لما اجي اروت يا باشمهندس المفروض ان المنطقه الصفراء دي تبع شركه مين يا اسلام؟ الله عليك. لذلك بتتروت ب بالظبط، لذلك بتتروت بانتيريور راوتنج بروتوكول زي الاي اي جي ار بي او الاوس بي اف. تحب الراوت بمين يا عم نبيل؟ ماشي الاي اي جي ار بي. هنيجي على الراوتر ده اهو واقول له انيبل كونفتي، واقول له راوتر اي اي جي ار بي 100 ونقطه سمري. حتى انت ممكن ما توجعش دماغك تقول له نتورك، شوف كل اللي حواليك واديني خلص خلصت، بدل ما اقول له 121 و212 لا انا اوجع دماغنا ليه مره واحده كده، شوف كل اللي حواليك. واجي برضو على الراجل ده افضل حاجه بكتب الاي بي والوايلد كارد ماسك، واخلي الانترفيس اللي ناحيه الاجهزه ده باسف، والانترفيس اللي ناحيه الراوتر دي بخليه على يوزر نيم وباسورد عشان يوثنتيكيت مع الراوتر ده، عشان مش اي حد يركب لي اي راوتر يشتغل معاه. طبعا الاوثنتيكيشن ده بتاخده في الان بي. احنا كنا وقفنا على مين؟ وقفنا على ده ماشي لسه ده نتورك لسه. مين يا عم اسلام الراوتر اللي هنا ده؟ انيبل الاوس بي اف فيه. طبعا طبعا الاثنين فيهم الاوس بي اف والاي جي ار بي فيه، وبتدرس برضو الاثنين في السي سي ان. طيب انا جيت دلوقتي قلت لك يا راجل يا طيب يا راجل يا طيب هنا برضه راوتر، شفت بقى انا هعمل لك انا البيست براكتس هنا اي اي جي ار بي 100 نوت سامري نتورك، ولا بلاش دي، او ممكن اقول له نتورك 000 عشان يشوف كل الناس، بس في الحاله دي الشبكه دي اتروت اي اي جي ار بي اي اي جي ار بي اي اي جي ار بي. دلوقتي بالله عليك شركة الاي اس بي مروتة نفسها اي اي جي ار بي، المفروض الانترفيس ده رايح لمين؟ اليوزر. اليوزر ده اهو اول ما هيخش يروت الفتحة ده اي اي جي ار بي، هتبص تلاقي الراوتر ده ايه اللي حصل يا اسلام؟ بعت له الراوتنج تيبل بتاعه كله، صح؟ لذلك شركة الاي اس بي لازم تنتبه لهذا الخطأ وتقول له ثانية واحدة، تقول له باسف انترفيس سيريال 2 سلاش زيرو. الانترفيس ده باسف، يعني ايه باسف يا باشمهندس؟ يعني ما تبعتش عليه الابديتس بتاعت الاي اي جي ار بي. يعني الراجل ده لو جه شغل الاي اي جي ار بي على الانترفيس ده ولا هياخد حاجه. ولا هياخد حاجه. ماشي؟ كده الكوماند بتاع الباسف انترفيس شركه الاي اس بي امنت نفسها من ناحيه الاند يوزر ده ان هو ممكن يشغل الاي اي جي ار بي فياخد الراوتنج بروتوكول اللي عندها او الراوتنج تيبل بتاعها. ماشي؟ طيب ايه بقى اللي اتعمل على الراوتر ده؟ كان زمان يا رجاله بقول لكم وقفوا على الراوتر ده وقول لي تقول له راوتر اي اي جي ار بي، ما اللاب كله متراوت اي اي جي ار بي،
وتقول له نتورك 96 ونتورك 10. لا الكلام ده كان زمان يا حبيبي، لما كان الاي بي اللي هنا بابليك واللي هنا بابليك، او اللي هنا برايفت واللي هنا برايفت. اما اذا الراوتر فضل واقف في منطقه عازله او منطقه فاصله ما بين برايفت، ما بين برايفت وبابليك، الراوتر ده بيتعمل عليه حاجتين، بيتعمل عليه واحد ديفولت راوت، اتنين نات. تاني كده، فاكرين كنت قلت لكم نظريه زمان، نظريه كده تبعنا، قلت لكم يا جماعه الشبكه دي تعتبر شبكه يا اسلام التي ليس لها الا مخرج واحد، تعتبر شبكه ايه؟ اهي ما انا كتبتها. طيب الشبكه الاستب كنت قلت لكم نظريه واحد بتعمل لها ديفولت راوت، اتنين بيتعمل لها نات. امتى يتعمل لها نات؟ اذا كانت الشبكه اللي جوه هنا برايفت. طب لو كانت اي بي هات بابليك يبقى ديفولت راوت بس، لان اللي هنا بابليك واللي هنا بابليك، الاثنين بابليك. طب اذا كان ده بابليك وده برايفت يبقى يتعمل لها ديفولت راوت ونات، عشان هنا بابليك وهنا برايفت، والراوتر ده واقف في النص ما بين الاثنين. فاهمين حاجه؟ ماشي كده يا رجاله؟ فالراوتر ده واقف في النص ما بين المنطقه البرايفت والمنطقه البابليك، يبقى يتعمل له الى جانب الديفولت راوت يتعمل له نات. طب خلينا الاول في الديفولت راوت. هاجي على الراوتر ده واقول له يا عم انا اعمل الديفولت راوت. لا طبعا، ده انا حتى كمان لو انت عملت، ده انت لو عملت على البابليك انترفيس اي اي جي ار بي عمرك ما هتشوف الراجل ده، لان الراجل ده مخلي الانترفيس بتاعه بس، يعني عمرك ما تاخد مني راوتر. انسى انك تاخد مني راوتر. فاهم حاجه؟ يعني تعالى كده مثلا، يعني لو جينا تهورنا وقلنا انترفيس سيريال 1 سلاش 0 ولا ايه ده اكزيت، قلت له راوتر اي اي جي ار بي 100، وقمت قايل له يا عم نتورك 96.0.0.0، المفروض يجي له ابديت ان هو ارى في شبكه ولا في مفيش. يعني حتى لو قلت له دو شو اي بي راوت مش شايف غير الدايركت كونكتد، الشبكه 10 والشبكه 96. قال لا يا عم المفروض الراجل ده يبعت لي الراوتنج. ما هي ماشي، هو عمره ما هيبعت لك لان الانترفيس ده باسيف. شركه الاي اس بي لازم تامن نفسها عشان ما يجيش حد يعرف. شركه الاي اس بي زي تي اي داتا مثلا او فودافون عندهم كام شبكتهم من جوه ماشيه ازاي، او الاي بي هات بتاعتهم نظامها ايه، او ترتيبها ازاي، او عندهم كام نتورك. ما انا بامن شبكتي فخليت الانترفيس ده باسيف. حتى لو انت جيت قلت له ده انا شغال اي اي جي ار بي ولا اعرفك، حتى لو قلت له شو اي بي اي اي جي ار بي نيبر مفيش، مش شايف حاجه لان برضه الانترفيس ده بس ما بعتلكش. طيب كلام جميل، يعني الاي اي جي ار بي ملوش لازمه. اه ملوش لازمه، امسحه بقى كده عشان طالما ملوش لازمه نو. ايه اللي يتعمل للشبكه دي؟ الشبكه دي يتعمل لها حاجتين، ديفولت راوت ونات. طب ديفولت راوت لان احنا قلنا اي شبكه ستوب تروت ديفولت. طب نات لان الراوتر ده واقف في النص ما بين بابليك اي بي وبرايفت اي بي، فهو قايل له اي بي راوت يا راوتر عايز تروح لاي شبكه، دي الديفولت راوت اهو ماسك اي ماسك، اخرج من السيريال وانا سلاش. طب النات يتعمل ازاي يا عم الحاج؟ هنعمل طبعا بات، لان اولا يعني محدش بيلجا للدايناميك نات ولا الاستاتيك نات، كله بيلجا للبات، هو ده اللي شغال. بس انا حبيت اشرح لكم التسلسل بتاعهم ماشي ازاي. طب اعمل البات ده ازاي؟ اول حاجه يا عم اعمل اكسس ليست واديها، قول اكسس ليست واحد مثلا، ونقول له بيرميت الشبكه الداخليه ل 10.0.0.0 الوايلد كارد ماسك بتاعها كده. ادي اول حاجه. تاني حاجه اعمل بول وحط فيها البابليك اي بي. قال انا ما عندكش الا بابليك اي بي واحد بس، حطه في البدايه وحطه في النهايه عشان ايه؟ يبقى البول دي من الاخر ما فيهاش غير اي بي واحد بس. اقول له اي بي نات
بول ونسميها مثلا ايه ايه علامة استفهام، بيقول لك حط ستارت اي بي 96441، وبعد كده تكتب الاند اي بي 96441 برضو. طب وبعدين يا راجل يا طيب تكتب كلمة نت ماسك، نت ماسك 255 طبعا هي سلاش كام يا اسلام؟ 24. لذلك لازم تكتب الماسك كده 255 255 255 0 تمام كده. ناقص بخطوة رقم 3 ركب الاثنين على بعض، هتقول له اي بي نات انسايد سورس ليست، الناس اللي في اكسس ليست واحد، الناس اللي في اكسس ليست واحد ركبهم على البول اللي اسمها ايه يا ابو الشباب؟ ايه ايه؟ بص لو ضغطت انتر بقى ايه؟ بقى دايناميك نات. لو كتبت كلمة اوفرلود بقى ايه؟ بقى. طب بص يا اسلام انا هضغط انتر مش كاتب كلمة اوفرلود، يعني من الاخر كده البول بتاعتك فيها بابليك اي بي واحد بس، كم جهاز هيخرج يا اسلام؟ جهاز واحد بس، بس ناقص ان انا افعل النات، اقول له انترفيس ايسر 0 سلاش 0 اي بي نات انسايد انترفيس سيريال 1 سلاش 0 اي بي نات اوتسايد، صح كده؟ تعالى كده اشوف هل الراجل ده فعلا، خدوا بالكم انا هبنج من الراجل ده على السيرفر ده دلوقتي، ايه اللي هيحصل؟ هتروح للجيت واي بتاعك، الجيت واي اللي هو الراوتر، يقوم مطلعك كانك البابليك ده، وتخرج تكلم السيرفر، والسيرفر يرد على مين يا جماعه؟ على البابليك ده. تعالى اما اوريك اهو يا عم، واي بي السيرفر كام؟ بينج 212 122 224 2 الله شغال اهو، ريبلاي فروم 212 122 24 2. على فكره مع العلم ان السيرفر ده يا جماعه مش شايف 10 2، اهو واقف على السيرفر كده وبنج على 10 2 ها. الجيت واي بتاعك بيقول لك ديستنيشن هوستر ريتشر، يعني الراجل ده لما بيجي يبنج على 10 2 بيروح لده بيقول له انا مش شايف الراجل ده اصلا، مش شايفه. طب ازاي ده شايف ده؟ يعني خدوا بالكم انت شايف السيرفر والسيرفر مش شايفك، لان انت متخبي او مستخبي ورا الاي بي البابليك ده، فالاي بي البابليك ده هو اللي بيتكلم، هو اللي بيروح يتكلم مع السيرفر، وبالتالي السيرفر بيرد على الاي بي البابليك ده. ساعة ما يجي الرد هنا الراوتر ده معمول عليه نات، يشوف البورت اللي انت كنت فاتحه ايه، يقول لك خد يا 10 2 انت اللي كنت بتتكلم. دلوقتي يا جماعه 10 2 هو اللي شغال دلوقتي. ماينس تي. ثانية خلينا ناخد الكوماند ده كده كوبي. عشرة اتنين هو اللي شغال، طب هات 10 3 كده يا اسلام. مش شغال. طب 10 4 مش شغال. طب امتى 10 3 و 10 4 يشتغلوا؟ لو الراجل ده فصل النت او قفل جهازه يبقى الاي بي البابليك يفضى، ساعتها مين اللي يخرج؟ اي واحد من دول، الاسرع هو اللي يخرج. طب يا باشمهندس ده انا كنت عايز اشغلهم كلهم، عايز اشغل الشبكه الداخليه دي كلها، يبقى حضرتك ما كان المفروض تعمل اوفرلود، يعني كان المفروض وانت هنا كده اكزيت وتقول له، وانت بتكتب السطر ده بدل ما حضرتك كنت تضغط انتر تكتب كلمه ايه يا عم نبيل؟ اوفرلود. اهي اوفر اوفرلود، ساعتها كله يشتغل معاك، كل الناس تطلع. بس طبعا اما الامر يتاكتف هياخد شويه وقت، هتلاقي كله قطع على لما الامر بس يتفعل، ياخد له دقيقه دقيقتين وتبص تلاقي الدنيا ايه
الدنيا اشتغلت تمام. خليك مع الرسمة بقى كده لغاية لما ايه. طيب ما توريني كده شوية حاجات كده خاصة بالنات على الراوتر. لو انت وقفت على الراوتر ده وقلت له شو اي بي نات ستاتستكس، ايه اللي ممكن يبينه؟ بص يا عم، ايه المعلومات الجوهرية اللي ممكن النت ده يبينها؟ بقول لك انسايد سورس، الاكسس ليست اللي فيها اهي اكسس ليست واحد على بول واحد، البول اللي اسمها ايه ايه، الماسك بتاعها كذا، الستارت اي بي بتاعها كذا، والاند اي بي بتاعها كذا، عشان تعرف الرينج بتاع الايه الاي بي هات. طب في كوماند تاني ظريف اسمه شو اي بي نات ترانسليشنز، التحويلات اللي حصلت او الناس اللي اتعمل لها نات مين. شفت دي 10002 على بورت 100 كان راح يكلم البابليك ده على بورت 100، ده عباره عن بنج، عدى البنج ده لسه فيه. شوف شوف الجدول، جدول كبير كله خاص ب 10000، قال ده 10003 اشتغل اهو كمان اهو. تعالى كده نشوف ايه الاخبار هنا، اشتغل اهو اشتغل اهو اشتغل اهو. طب اقول لك على حاجه، هات الراجل ده خليه يتصفح. لا يا ربي، 212 122 224 2. ايه رايك اشتغل اهو؟ تعالى ما تعالى كده اما نشوف الترانسليشنز. بص على دي بقى يا اسلام، اخر ترانسليشن ده، سيبك من البنج، البنج فيه مشاكل في بورتاته مش مظبوط. ال 10002 شفت دي 10002 فاتح بورت داخلي عنده 1026، رايح يكلم 212 122 2 224 2 على بورت كام؟ 80. تم تحويل هذا البرايفت الى 96 441 على نفس البورد. هو ده النت اللي حصل اهو يا اسلام، 10002 البرايفت ده تحول الى 96441 على نفس البورد، وراح عشان يكلم مين؟ 212 122 على بورد كام؟ 80. فاهمين حاجه؟ فين قال؟ لا لا لا، لان الاي سي ام بي، الاي سي ام بي ملوش دعوه بالقصص دي، اي سي ام بي ملوش دعوه بالقصص دي. احنا بنتكلم الابلكيشنز بتاعتنا من 1024، ابلكيشن زي الاتش تي تي بي، زي الاف تي بي، الحاجات دي من 1024 طالع، اي حاجه انا بفتحها على الجهاز بتاعي. انما البنج اصلا ما يعتبرش، ما بنعتبروش شغال في لاير 4، لان البنج ده شغال في لاير 3، البنج ده تبع النتورك لير. ماشي؟ يعني انا مثلا ممكن مثلا يعني لو انا شغلت السيرفر ده ك سيرفيس، اف تي بي انا مثلا لو جيت هنا مثلا وقلت له مش عارف بقى هل يدخلني كده، لو انا قلت له اف تي بي 212 122 224 ما لا ما اعرفش يجيبها، ما اعرفش يجيبها، حتى ادخلها لك اتش تي تي بي. بس ممكن مثلا، ممكن يا اسلام مثلا اشغل ده كايميل سيرفر، يعني مثلا تعالى كده نقول له انت تشتغل كايميل اون الدومين نيم مثلا وليكن مثلا يعني
هنسميه نيتا دوت كوم، ماشي كده؟ وهعمل لك اسلام يوزر نيم، وهنسميه مثلا اسلام اهو، وكلمة السر بتاعتك 4 اي. نقول له يا عم اد. وهعمل ايميل تاني اللي هو احمد، اللي هو انا مثلا الباسورد بتاعي ايه 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 ايه. ماشي كده؟ يبقى انا كده جيت على الميل سيرفر ده وعملت ايه يا اسلام؟ عملت 2 اكونت. انا عايز ادخل افتح الميل بتاعي، بدخل هنا اقول له ايميل النيم بتاعي مثلا احمد، الايميل بتاعي احمد at nita.com، الانكومنج ميل سيرفر والاوت جوينج ميل سيرفر. عارفين يعني ايه الانكومنج والاوت جوينج يا جماعه؟ ممكن اصلا يبقى في ميل انا بستقبل عليه وميل انا بسند، لما بسند الداتا بتوصل له. بس انا هنا في الحاله دي عامل الايه يا اسلام؟ السند والريسيف ميل واحد، اللي هو هيبقى 212 122 224 2. هو هو نفس الراجل، اليوزر نيم بتاعي يبقى احمد، اللوجن ايه ايه ايه، اقول له سيف. انا عايز ابعت رساله لاسلام يا اسلام، ماشي كده يا اسلام؟ متابع معايا؟ اقول له ابعتها لاسلام at nita.com، ايه عنوان الرساله؟ سلام عليكم. بكتب عربي، خلينا لان البرنامج ده ممكن ما يعتمدش العربي. السلام عليكم، ازيك يا ايه يا سلوم، ماشي كده؟ قمت باعت. انا كده بعت اسلام، جه قاعد على جهازه وليكن الراجل ده، ماشي، وعايز يفتح الميل بتاعه اهو، يور نيم اسلام، تملى بيانات الميل بتاعي، الميل ميل ادرس اسلام اتنيتا دوت كوم، الانكومنج ميل كام يا سلم؟ اللي هو 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 اليوزر نيم اسلام، الباسورد اي 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 اي، سيف. تمام كده؟ ما فيش ريفريش اهو، عايزين نعمل ريفريش اهو. استنى، في ريسيف، لو ضغطت على ريسيف اهو، ريسيف زي الريفريش كده، بقول لك في ميل جاي لك من احمد اتنيدا دوت اي جي اهو، سلام عليكم، بجيب لك فيه ازيك يا ايه؟ ازيك يا سلوم؟ انا عايز ارد عليه، اقول له ريبلاي اهو، ازيك ارد عليه، اقول له مثلا يا عم انا كويس، اي ام فاين. قمت باعت لاحمد، يجي احمد قاعد على الجهاز بتاعه يبص على الريسيف، قال له اسلام بعت له اهو، ده بعت لي ريبلاي، بعت لي ريبلاي على الرساله بتاعتي، يقول لي اي ام فاين. ايه رايك؟ لو انا وقفت على السيرفر ده دلوقتي قلت له وريني الترانسليشنز اللي حصلت، اكيد ده برضو داخل في القصه يعني. بص يا عم، لما احمد له 10002، هو فين؟ عايزين احمد 10002 في الاول اهو، احمد 10002 على بورت 1028 عنده، راح بعت او راح ل 212 122 على بورت كام يا اسلام ده؟ 110، اللي هو بوست اوفيس بروتوكول بوب 3، اللي هو بيرسيف عليه الميل. يبقى انا عملت ريسيفنج للميل بتاعي من على الراجل على بورت 110. طب ثانيه واحده دلوقتي، 10002 لما كنت انا دلوقتي يا اسلام ببعت لك الميل، بعته على بورت كام بالظبط كده؟ يبقى انا نفس الشخص 10 2
بقى رسلت نفس السيرفر على بورت 25 ورسلته على بورت 110. هنا لما كنت بسند الميل وهنا لما كنت برسيف الايه؟ برسيف الميل. فاهمين حاجة يا رجالة؟ أي خدمة. اتفضل. سؤالك غريب. عادي جدا عادي جدا. عايز تقول لي ان في هنا مثلا الراوتر ده فيه كام فتحه؟ استنى نسيف كده. الراجل سؤال وجيه يعني، بيقول لك ايه؟ طب افرض يا باشمهندس كان في هنا برضو سويتش تاني، خدت بالك؟ احنا بنوصل ايه بس؟ قمنا عاملين كده اهو، صح كده؟ مش ده سؤالك؟ وفي بقى المفروض السويتش ده وصل عليه اجهزه تانيه في الشبكه مثلا، وليكن شبكه 20.0.0 هنا واحد، كلهم 20 يعني، صح كده؟ الراجل اللي سأل السؤال صح ولا مش صح اللي انا بعمله؟ الراجل سأل السؤال ومشي ولا ايه؟ ما قول لي صح عشان يعني يمكن تكون انت بتسأل في حاجة وانا بجاوب في حاجة تانية. وفي هنا المفروض شوية اجهزة على السويتش ده، صح كده؟ يبقى انت عندك شبكتين. طب هيبقى التصرف ايه؟ اسيب اسلام يجاوب. يا اسلام ايه الاجابه؟ ايه نعمل ايه في الشبكه دي؟ تمام. الله عليك الله عليك. مفيش يا اما، حلوه حلوه كده، مفيش يا اما. فعلا زي ما اسلام بيقول لك، هتخش تحط انت عملت هنا، مش دول الشبكتين دول برايفت؟ اعمل في الاكسس ليست بيرمت للنتورك 10، بيرمت للنتورك 20، والفتحه دي اي بي نت اوت سايد، الفتحه دي اي بي نت انسايد، الفتحه دي برضو اي بي نت انسايد، هيشتغلوا معاك من غير اي مشاكل. حد عنده اسئله في درس النهارده؟ يا اخ نبيل واضح مفهوم؟ طيب تمام، اشوفكم ان شاء الله على خير يوم السبت الجاي باذن الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. ها اسلام، ها سامعك. والله يا ابني انا فعلا بحاول اعمل الحلقات، الحلقه بتاعت المره اللي فاتت كذا مره احاول اظبطها على البرنامج كنتازيا توصل ل100%، ابص ما الاقيش الفيديو. يعني لغايه دلوقتي 3 مرات، المره الوحيده بتاخد لها 5 ساعات. فادعي بس كده ربنا، انا مش مقصر في موضوع الفيديوهات، لكن البرنامج هو اللي خذلني بصراحه. فهحاول ان شاء الله اظبطها بحيث انها تبقى مرفوعه. والله يعني ما عندكش، جهازي ما بطفيش 24 ساعه ما بطفيش. عينيا يا ابو حسن. تقول ايه؟
ماشي، اسأل على الاي اس. لا يعني مش وقت محدد، يعني مثلا هنقول ان الجهاز مدي لنفسه مثلا 30 ثانية يسحب دي اتش سي بي، ما حطيتلوش انت اي بي ستاتيك، حاول لمدة 30 ثانية انه يسحب الدي اتش سي بي، ما سحبوش. طبعا 30 ثانية كتير، 10 ثواني مثلا، ما سحبوش، يقوم يدي لنفسه بقى اي بي، يعني خلاص عارف انت بالظبط انا قاعد رايح معزوم عند ناس، حلو، استنى انا محرج اقوم اكل، فراجل انا مستني حد يقول لي يا عم اتفضل عشان تاكل ولا حاجه، فانا محرج محدش عزم عليا، قمت عامل ايه؟ قمت مالي ايدي في جيبي مطلع سندوتش وقمت واكله. بالظبط، هو ده حوار الاي بي الابيبه ده، الراجل محدش حط له ستاتيك ولا حد اداله دايناميك. ها وقت محدد بطيب معين، لا يعني مثلا خليني اقول لك على حاجه، لو فرضا ان الجهاز بتاعك حاول يسحب اي بي بالدي اتش سي بي ما حدش رماله، فقام واخد اي بي ابيبه، حلو كده، جيت بعد كده انت الدي اتش سي بي كان مهنج ولا كان عامل ريستارت ولا حاجه فاشتغل كويس، هيقوم الدي اتش سي بي باعت له يقوم واخد الاي بي، فاهمني؟ يعني هو كل فتره طالما لسه عليه الابيبه بيبعت يا جماعه حد يدينا اي بي، بيبعت دي اتش تي بي ريكويست، جاله ريبلاي عليه خلاص يمسح الابيبه وياخد الابيبه، يعني هو مش بياخد الابيبه ويسكت، لا بياخد الابيبه ويفضل يبعت برضه، يا جماعه انا عايز اي بي دي اتش سي بي ريكويست، لو دي اتش سي بي رد عليه قال له خلاص يعني ينسى الابيبه ويشتغل بالاي بي الجديد اللي خدته. على حسب الشبكه اللي انت فيها، بس في الغالب برايفت، لان الدي اتش بي سيرفر بيبقى في الشبكه الداخليه بتاعتك. عادي يا عم، ايه المشكله؟ ماشي يا رجاله، نشوفكم على خير بقى ان شاء الله المره الجايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.